السلام عليكم محمد. وعليكم السلام والإكرام. أهلين وسهلين أبو زكي، جيت بوقتك، حماتك بتحبك، فرفح قلبي بجيتك. مش عادي شرب شاي مو هيك؟ أوكي طبعا أبو زكي، ليش في إلي غنى عن صاحبتك الممتعة؟ فضي هالتنكة وتعلق لك. تعالي تعالي أبوام يلا. ربت الوجه صبوحي، صليني 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 صليني. هيا دي تفضل حبيبي روق دمك. لك من يد من عدم يا محمد. مجاري الهنا ان شاء الله، صحه وهنا على قلبك. سبحان الله، غليت الشاي وناطر صاحب النصيب. انت اجيت انت، شوفوا النصيب شوفوا. محمد شلونك ابو حمار؟ لك اهلين وسهلين ومرحبتين بابو عادل، شلونك انت؟ بألف نعمة الحمد لله، بدي صابون جلي. ايه على عيني وراسي، بتكرم عيونك، لا تروح ابو زكي، بدنا نكمل الشاي سوا. ايه دخيلك على العادة، يعني ما فيك تشرب شاي لحالك؟ لك يا اخي ما مستطعي، مو بايدي، كل ما حاولت اشرب الشاي لحالي ما بتهنى يا اخي، الرفقة حلوة ابو زكي ولا شلون؟ يا سيدي، الله يديم المحبة يا رب. آمين يا رب العباد. بس اللي بستغربه إنه أنا أحياناً بشوفك بالشهر 30 مرة، وأحياناً بتمر السنة ما بشوفك فيها ولا مرة، بقى شو قصتك أنت؟ القصة مو عندي، القصة بالبلدية، يعني وين بفرزونا منروح؟ سنة بالدحديل، سنتين بركن الدين، سنة بالكباس، مرة 4 سنين ورا بعضهم بالمهاجرين. أخي هاي المهنة ما لها حارة محددة. وإن شاء الله ما عم تتعب من جرها العرباية. خليها ربك، اقسم بالله يا ام محمد ما عم ناكل لقمه الا لحتى نموت 100 موتة. هلا انت بفكرك في شيء بيجي بالساهل؟ بعين الله ابو زكي، بعين الله، الله يعطيك الف عافيه يا رب. الله يعافيك، الله يعافيك يا رب يا ام محمد. وانت طمني، هالولاد شلونهم؟ ان شاء الله شاطرين بالمدرسه. والله الحمد لله، الحمد لله. محمد ممتاز كثير، الله يرضى عليه برضاه. يا اخي هالولد بجنن من كتر ما هو مرضي ومجتهد. الله وكيلك، كل سنه عم يطلع الاول على صفه، وهلا هو بالصف الرابع وماشي مثل الحلاوه. ما شاء الله، والله شيء بيرفع الراس. طيب والثاني محمود اسمه مو هيك؟ ايه محمود، بس الله وكيلك يا ابو زكي تعبني، هالكني مرمرني، تقول شائق الارض وطالع، ولك ما عم نقدر عليه لا انا ولا امه. حتى المعلمة بالمدرسة داي أخلاقة منه على الآخر، معوفة سماها يا رجل. لك سيدي إذا كان عفريت مو مشكلة، المهم يكون مبيضة بالدراسة. أنا مبيضة؟ مسودة على الآخر. ما بعرف يا أخي، كأنه هالولد مو خرج علم منوب، يعني صار بصف الثاني ولهلأ ما بيعرف يفك الحرف. أخوه لما كان بصفه أقسم بالله كان يقرأ لي أدبيات ومنطلقات الحزب بدون ما يخربط بكلمة واحدة. ولك حبيبي انت ليش حامل هالسلم بالعرض؟ علمه شي مصلحه وصلى الله بارك. بكير بكير، لسه ما فقدت الامل يا ابو زكي، خلينا ننطر شوي، بركي ربنا سبحانه وتعالى بيطلع بوشنا وبيصلح حاله ان شاء الله. يا سيدي والله يا ام محمد، والله مو بوشك، انت زلمه طيب وما بتستاهل لك الخير. بس يا اخي يلي مجنني ومطير لي عقلي من راسي انه هاد اخو هاد، فليش لحتى ما يكون مثله؟ ليش؟ لا إله إلا الله، لك أصابيعك مثل بعض يا أبو محمد. إيه سيدي، إن شاء الله دايمة صحة وهنا على قلبك إن شاء الله. يلا وين رايح وين رايح؟ شو أودعناكم على حيلك؟ لك شو أودعناكم؟ ارتاح شوي. إيه والله العظيم وما لك يمين عليه تحدفني. هالعربة هي لو بيجي مرة بغل بيتعب. الله يسامحك يا أبو محمد، عم تسوي البغل ما هيك؟ لا صدقني وجعني قلبي عليك. مو بس خد عليك، خد عليك والله معك ميسر ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامه يا حبيبي. ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوز زلمة عائل بيتوتي، لا تهزك بوش التوتي، ما بحبك لو بتموتي، أنا يا بنت مجوز زلمة عائل بيتوتي. تيرينينينينينين تين تين تيرينين دين 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 تين تيرينينين. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. شوف
بدلوك وجابوا لك رفيق يساعدك. يا ام محمد ما في بلا مسخره ومهلسه. لك شو بدنا نسوي؟ بدنا نضحك. تعال اقول لك، تعال رح تدوق شاي بحياتك ما دقته لسه. تعال يا سيدي انت كريم، نحن بنستاهل. تعال وعد، قرب وعد. تعال بابا تعال. يا الله رحيم. تتحسك وشتوتي، ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوز الزلمه عائل بتوتي. شو صار لي زمان ما شفتك يا ابن الحلال، وين غاطط انت؟ وين بدي غط يعني؟ غضبوا علينا بعتونا على الري، رضوا علينا رجعونا على الحاره. ايوه خير خير ان شاء الله خير. خير يا سيدي. ايه اخي طمني، شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون وضع الاولاد؟ كله تمام ان شاء الله، كله تمام. بالنسبة لمحمد الحمد لله، الله يرضى عليه، رضى قلبي ورضى ربي. شو ما قلت لك عنه بالمنيح صدقني، قسما بالله يا ابو زكي ومالك علي يمين تحلفني، هالولد مثل النسيم العليل. يا لطيف يا لطيف، شو مريحني انا وامه. مرحبا ابو محمد. اهلين يحيى، اهلين ابو فيصل. بدنا علبة كلور زكاة عيونك. لك تكرم عيونك، صغر لي الكرسي شوية. المهم الدراسة كويس فيها للدراسة؟ لك كويس وبس. قول ممتاز. ولك يقبر عطامي ويكفني، يقبرني كيف ما توجه وكيف ما ندار. يا سيدي الحمد لله، والله فرحتني يا محمد، والله فرحتني. الله يخليك ويحمي لك أولادك إن شاء الله. تفضل. الله يسلمك. نعم كريم، الحمد لله رب العالمين. يا سيدي سنة أخذ البكالوريا بتفوق، ويعني نقصوا 4 علامات بس عن المجموع العام، ونوى الله يحميه ويحرسه ويدرس طب. ما شاء الله. اي والله اي والله ما شاء الله. يعني بيطلع دكتور؟ اي طبعا هيك ماله. والله منيح، اقسم بالله شي بيرفع الراس، في احلى من الدكتور. بعدين شو؟ شو تهذيب؟ شو اخلاق؟ شو عقل؟ الله وكيلك، عقله بيوزن بلد. يا سيدي هي اكبر نعمه عطاني اياها الرب، عطاني اكثر ما بستاهل. شكرا ربي، بتشكرك كتير. يا الله قسما بالله راح تبكيني، الله يسلمه ويخليه يا رب. وان شاء الله اخوه التاني طالع مثله. هلا ضروري تعكرني بسيرة اللي ما بيتسمى، ضروري. لك لا لا يا طيب، ليش هيك عم تحكي؟ معناته لساته عم بيعذبك. عم يعذبني وبس، مطلع روحي، معوفني حالي، مكرهني حياتي، وصار له 2 سنين بصف التاسع وما كان يعرف ينجح. الله يسامحك يا ابو محمد. لك انا بزمناتي ما قلت لك على المشي مصلحه، ليكني انا هي اهلي لا علموني لا مصلحه ولا ضره بالسخن. شو صاير فيني كل الوقت انا وهالبغل؟ ولك يا ابو زكي اللي مثله ما رح يطلع معه شيء، حاولت كتير معه بس ما في نتيجه، مخه مسكر. لا وهلا لاحق لي شله، الله اكبر الله اكبر من لا شله، على دخان وسينما وزعرنه واكل هواء. رح يموتني بحلتي يا الولد يا ابو زكي، رح يموتني والله رح يموتني. هي حكمته يا ام محمد، هي حكمته، خلق اخين ما خلق طبعين. يا سيدي دائما ان شاء الله صحه وهنا. لوين؟ والله نشوف رزقنا احسن ما نتعوق. يا الله والله بالحركه بركه على الشغل. تعوق الله يرزقك ويرزقنا. وعد لك تعا يا بابا، لك تعا يا علم انا علي ما تعوق. تعوق على الوعد يا كبير. اوعى 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 اوعى. أنا 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 إيه تعال لك أنت إيه تعال لك. والله أبو زكي هذا، أبو زكي أبو زكي. لك أهلين وسهلين.
وين ما حبيبي لك بدك كده والله اشتقت لك والله انا اشتقت لك مرحبا لك بدك الغيبه كده يا تا يا سيدي اخبارك والله الحمد لله الحمد لله على على انا على ما على ما يا اهل وسهلا والله تنعش قلبي شفتك قسما بالله قسما بالله ابو حمد انك ابن جد ابن ظهر من يومي ابو حمد والله العظيم انه بعد انه بشواهد وانا كان كمان هيك والله دائما انت ماسل في قلبي وشكري شو صار فيك ابو زكي شو صار فيك يا سيدي بعد هالتقاعد اشتغلنا بتركي خاصه والله شاكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا عمي لك يا ولد هذا يا ولد انا كاسوس تشرب شاي هات كاسوس ادعمك اوام 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 يا اوام الله يضعك شو ام حمام شايفك عم سالف سعيد حالك معناتها ما عاد في حنيه لايام زمان ما هيك ما عاد في حنيه لا ولو مالنا غنى عنك ابو زكي تفضل عنك يسلموا يا شب يا حلو الله يرضى عليك بسم الله الرحمن الرحيم اوه ابو محمد شو هذا الله يعطيك محل جديد وكبير وشغيلة وعمال لك شو قصة احكي لي شو قصة صلي على النبي صلي على النبي تتاني يا سيدي اللهم صلي على النبي والله يا ابو محمد مو بالشر والله 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 انت بتستاهل بتستاهل كل خير لانك ابن حلال الحمد لله يا سيدي ربك كريم وما بيضيع تعب حدا الله يوفقه الله يوفقه ويرضى عليه ويخليه ويعطيه اكثر واكثر لانه غير مجرى حياتنا كلياتها يعني شقلبه ابو زكي فوقاني تحتاني يا سيدي الحمد لله هذا كله من دعواتكم انت وامه ورضاكم عليه مرضي الله من عنده بيحب المرضي اي والله مرضي يا ابو زكي مرضي الله يحرسه ويحميه والله شيء بيرفع الراس يا ابو زكي بيرفعه يعني مو ناقص علينا شيء شفت عينك يعني طامرنا طمر حتى الدكان القديمه بعلي اياها واشترى لي هذا السوبر ماركتها كله شغيله جوا حتى لي شغيله لانه وانا ما بجي لهون الا لما بكون ضجران بجي يعني بتسلم على سرايا مع ناس كلياتهم وشو تعال ورجيك جوا تعال فوت فوت شوفي هالشوفي بالله العظيم شوفي هالشوفي قوم ولاد قوم قوم تضرب يا زاز قوم يلا صلي على النبي اللهم صل عليك يا سيدنا يا محمد يا رسول الله والله يا ام محمد قسم بالله بتستاهل يعني انت صاحب البدايه تعبت وصرفت وكلفك هالشاب الله يرضى عليه بس بعد ما تخرج من الجامعه قبض شو الحكي قبض تخرج من الجامعه لك من وين تخرج مو بالجامعه لك جامعة شو انت التاني بلا جامعة بلا بطيخ بسمد الجامعة اصلا هو ما وصل للصف التاسع يا محمد انت شو عم تحكي يعني مين قصدك لك مين يعني محمود يا ابو زكي الله يوجه له الخير كيف ما دار وشه ولك يا هيك الخلفة يا بدا يعني قديش بينبسط الاب لما ابنه بيطلع احسن منه قديش بينبسط محمود ايه اله الا الله هلا محمود ما هو الازعر والعونطزي اللي كنت تحكي لي عنه ياما وياما لا هيك رح ازعل منك ها هلا محمود صار عونطزي وازعر يا رأي حريجك يا ام محمد لك مو هيك كنت تحكي عنه ايام زمان لك اسال الله ايام زمان هدي كانت ايام ولدني وطيش شباب بس هلا تحولت كل تصرفاته لعقل لشطاره بتعرف شو بيملك محمود هلا لا والله شو بعرفني يا سيدي عنده بنايات بالمزة ومحلات بسوق الحمدية والحريقة وعنده سوق بكامله وشو بيخطر ببالك عنده وعنده أرض بالسبورة كمان الله وكيلك سياراته عنده سيارات كتير أقصر وحدة فيهم أقصر وحدة فيهم طول 10 متر شباح ونملة وخنزيرة وبومة من جميعه وعنده مرافقة وشوفيرية مثل المسؤولين تماما ما بيفرق عنهم النوب محمود اي محمود حبيب امه وابوه محمود يلي نص البلد بده الرضا ليرضى لا اله الا الله قسم بالله مخولتي ام محمد يعني انت اللي كان يسمعك ايام زمان شلون كنت تحكي عن محمود مستحيل ولد ممكن يصدق شو عم بتقول هلا يا اخي اخي الحق علي انا لما كنت احكي عنه بهداك الزمان ما كنت فهمان الدنيا منيح ابو محمد يعني بلا منقوديه ما تواخذني شو بيشتغل المحروس مهرب
شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مهرب 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 يعني؟ اي مهرب. شبك شبك ارتعبت؟ ولك مهرب يا ام محمد، عم اقول من وين كره العز ولك مهرب. اي مهرب. شو يعني المهرب حر الصائط؟ من شو بيشكي المهرب؟ لا حبيبي ما بيشكي، ما بيشكي من شيء. واحد معه هالمصاري كلها من شو بده يشكي يعني؟ ما بيشكي من شيء، بس العطر علينا نحن، نحن العطر علينا. شايف ما احلاك؟ العطر عليك انت. طيب ام محمد يعني ما بتخافي مسكو؟ يمسكو؟ اقول لك حبيبي محمود ابن زمانه وعصره، ما بينخاف عليه منه. اصلا هو اللي شاري الخط كله من الحدود للحدود. شو يعني؟ شو بعرفني؟ هيك بيقولوا. بعدين ظهره محمي. لا اله الا الله، من مين محمي؟ شركاته، شركاته حامينه. طيب بس الدكتور محمد الله يرضى عليه المرضي، ما جبت لي سيرته بنوب؟ الدكتور محمد ساكن بالأجار. هو ومرته وولاده ما عم يشبعوا أكل. هلا هيك حال الدكتور محمد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي لحق عليه، هو راسه ناشفة ومخه عنيد عنيد مثل الطاولة. لك أبو محمد أنت شو عم تحكي؟ الدكتور محمد؟ أي الدكتور محمد. الله وكيلك يا أبو زكي، ما خلى أخوه معه وسيلة حتى يساعده ما كان يرضى. غاوي فقر يا زلمة، وتفكيره يابس، تفكير مثل الحيط، لا بيكش ولا بينش. الدكتور محمد، يا سبحان الله، معقول؟ عرض عليه أخوه يجيب له مواد وأدوات طبية وأدوية أجنبية، تعرف هي بتجيب ذهب ما فهمني محمود، لأنه مو موجودة بالسوق. وطلب منه بس يبيعه بمعرفته باعتباره طبيب وبيفهم بهالشغلة. قام رفض الحيوان. ليش؟ قال شو؟ هي بضاعة تهريب وجريمة ومال حرام وبيضر اقتصاد البلد. والله برافو عليها الدكتور محمد. برافو؟ أصلاً أنت حماض مثله. لا 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 يا محمد، ما حبيت منك بنوب. ليش هيك عم تحكي معي؟ طبعاً بدي أحكي معك هيك، لكن في واحد بيرفض انه يكون عنده مستشفى خاص. ابو زكي والله ما فهمت شلون يعني. يا سيدي عرض عليه اخوه يشتري له او يبني له مشفى خاص وتكون الارباح بيناتهم بالنص من محمود المصاري وهو الاداره. قام رفض الافندي، قال هيك مبدأه صاحب مبدأ هو، بقى خلي المبادئ تبعه تشتري له بيت لشوف، خليها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس اللي مجنني ومطير لي عقلي من راسي انه هاد اخو هاد، فليش لحتى ما يكون مثله؟ ليش يا سيدي؟ قسم بالله ولك ما حد يعني تبارك ولا ما حد اخو هاد، انه الطفل التاسع تبارك. ابو زكي وضح ابو زكي، هذاك اخو هذاك يعني هو ليش ما يكون مثل اخو الاول؟ انا هذا الله معك ابو زكي، الله معك. شو هذا عم يبنبل؟ أكيد خرف، خرف ما في مجال.